كيف الحال شيخ مبارك؟ اهلا بارك الله ومرحبا فيك. بك، يا معك اهلا ومرحبا. ومعك شيعي ترك تشيع يعني، وكنت طالبا في الحوزة العلمية، لكن لا أفضل أن أذكر اسمي أو أي شيء. الله اكبر. الله يخليك شيخنا العزيز، أريد توصل سلام حاضر الشيخ عثمان الخميس، وأحبه في الله إذا يعرف الشيخ عثمان الخميس. أمانة على هاي التوصية. احبك يوصل ان شاء الله باذن الله يوصل، لكن سؤالي يا اخي، انت نعم تفضل. مهتدي جديد ام قديم؟ والله يا شيخ بارك الله فيك، كانت في قناة مستقلة نقاش، كنت أنا ذاك طالب في الحوزة العلمية، فكان يعني أول شيء هذه كانت البداية، يعني الشيخ عثمان كان يناقش بعض مشايخنا، وهذا المشايخ كان عندي معهم اتصال شخصي أيضا أنا ذاك. فبعدها كم سنة دخلت لفالتوك وسمعت الشيخ حسان والبقية، فيعني كان بالنسبة لي صدمة، فهداني الله سبحانه وتعالى بعدها، يعني بعد بحث طويل. وكان أحد يعني أحد أسباب الهداية كان هي شخصية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بصراحة، يعني هذه شيء غريب جدا، لكن هذه الحقيقة، لأن كما يوصل يعني شيعي يعني حسب ما تعلمت بالحوار وأمور كثيرة علمون بأن، ومثل ما قرأت بالكتب يعني أقرأ فقط المصادر على الهوامش، مصادر أهل السنة فقط. يعني كنا نتصور الصحابة أغنياء كانوا يعيشون، يلبسون أحلى الملابس، أغنى الملابس، وكذا وكذا وكذا، ما متصور بحياة أبدا بأن عمر بن الخطاب كان إنسان فقير مثل شخصية علي بن أبي طالب. دائما إحنا نعرفه عندما نشوف عن شيعي، تفهمني؟ يعني لما نشوف شيعي علي بن أبي طالب يعني بس ملابس المشققة ويخيط بيها، لكن بعد ما من عمر الخطاب نفس الحال، إنسان فقير. سألت نفسي، قلت كيف هذا الإنسان رغم عنصريتي وكراهيتي لأهل السنة والجماعة، جيد، كراهية غير اعتيادية كان بالخصوص، والحمد لله ونعمد بخصوص السلفية يعني كانت أنا ذاك. فسبحان الله، فبدت هنا بدماغي أول سؤال، كيف هذا عمر، هذا إنسان فقير، وشلون هذا يبيع دنيا، يحب إذا صدق يحب الخلافة، ليش بعد هو فقير وينام تحت الشجرة، ويجي يجي واحد الملوك يحكي يقول هذا هو يعني خليفتكم؟ قال له إيه. كإنسان عادي فقير، أشو ميت جوع، لا أكل ولا كذا. قلت له شلون بالله العذاب، شو شخصية علي بن أبي طالب نفس شخصية عمر؟ فكانت هذا هاي أول سؤال كان براسي. فبدت بعدها شوية شوية بدأت الإمامة، ورا الإمامة بدأت قرأت سمعت محاضرة لشيخ عثمان الخميس من القلب إلى القلب، جيد. فالزمت ورقة وقلم وراجعت كل المصادر اللي ذكرها شيخ عثمان الخميس أنا ذاك، فتأثرت صراحة وانصدمت بهاي الأمور. وأنا كنت طالب يعني كنت أحد الطلاب، أحد المراجع يعني أحد المراجع اللي كان بدون ما أذكر اسم الشيخ صهيب، يعني أنا من عادة شيعية معروفة بارك الله فيك، الله المستعان، بدون ما أذكر أي اسم. تسمعني في صوت؟ ألو، صوتك واضح. وأقول أولا هنيئا لشيخنا الشيخ عثمان هدايتك. نعم. الأمر الثاني، هنيئا لك هذه الهداية وهذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى. أخي الفاضل، عندي سؤال فقط أطرحه عليك في هذا الباب. تفضل. أنت ذكرت نعم. أن هذا أيام المستقلة، وهذا يعني نتكلم عن قرابة 17 سنة تقريبا. نعم، أنا يعني الحمد لله صار لي 9 سنوات من أهل السنة والجماعة، والحمد لله يعني، بس صار عندي صدفة يعني بين أتم الأخوة والتقي بالشيوخ وكذا، وتعرف الظروف صعبة جدا والحمد لله يعني. هو بعد هو يعني هو فيما يتعلق بسيدنا عمر أخي الفاضل، نعم، سؤال كنا نطرحه في المناظرات، نقول إذا الذي يغتصب الخلافة له غرض بالدنيا، نعم، فكيف يعني أبو بكر رضي الله عنه وعمر لا يستأثران بأموال الخلافة؟ الذي يريد الخلافة يريد أموال، يريد بارك الله، الأموال ويريد غير ذلك. ما الذي استفاده أبو بارك بكر الله، وعمر
جراء الخلافة. هل مثلا لا شيء. كان أهل بيته، خلك من عمر نفسه، ممكن يعني يجي واحد يقول لا يدعي أن زاهد لكن كان يأخذ الأموال، يعني على طريقة المراجع، هم شايفين مراجعهم يقعدون على الفراش يعني المتواضع والأرصدة مليار مليارات يعني، لكن روح إلى بيته أهله أولاده، انظر، مع أن سيدنا عمر بالذات في زمانه جيء بأموال فارس والروم إليه، لو كان يريد الدنيا لأخذها، لكنه رضي الله عنه وأرضاه لم يكن كذلك. سؤال آخر، القرآن أنت طالب حوزة، هل كان القرآن يدرس في الحوزات لما كنت تدرس؟ حقيقة أقول لك إياها، وكان أساتذتي معروفين بدون ما أكذب، يعني اللي الله سبحانه وتعالى رحمتني يوم القيامة، كان الدروس بسيطة في البدائيات، يعني أحكام تلاوة وكذا، كان حتى الأستاذ هو نفسه يعطينا أحكام تلاوة من يجيد القرآن. طبعا بعد ما صرت أهل سنتي والجماعة، أمانة يوم القيامة كل ما أقوله محسوب عليه رب العالمين، وأنت تقول الإنسان من أهل السنة والجماعة موضوع الكذب هذا ينتهي، حتى موضوع نفاق العقيد تعرفه يا شيخ نصاب، ومنكم نعلم يعني هذا الشيء. وفي الشيعة يفكرون اهل السنه والجماعه عندهم تقيه، لكن ما يعرفون اهل السنه والجماعه سيف يقطع نفسه من الصراحه والحقيقه، يعني خاصه قضيه العقيده، فكل امام الله سبحانه وتعالى. ترى عندك تقطيع يا اخي الكريم، عندك تقطيع في الصوت. صوت قطع ولا تسمعني؟ هو الآن واضح بس في تقطيع، تفضل تفضل كمل. أنا أسألك عن القرآن. نعم في البدايات كانت نعم موجودة، لكن أستاذ نفسه يعني وذاك الإتقان، نعم بدايات موجودة كان يعني أحكام الغنة وكذا، لكن إهمال إلى أبعد الحدود للقرآن الكريم. اللهم أشهد. لماذا أهمل القرآن؟ ما السبب؟ أعيد الجواب، لماذا أهمل القرآن؟ ليش أهملوه؟ ليش الإهمال؟ أكثر شيء إحنا نهتم، أكثر شيء نهتم مثلاً بالعقائد، نهتم بالفقه، نهتم قضية المنطق للمضفر، العقل المفرديات، وبعدين ندخل ندرس القواعد، هاي الأمور مثلاً أكثر شيء الفقه. القرآن يهمل، يعني القرآن يعني إذا وصل إلى البحث الخارجي، وصل يعني لما يوصل للبحث الخارجي يهتمون بالقرآن، لكن القرآن شيء قاطب يعني إهمال إلى أبعد الحدود، يعني هذا واقع، واقع لا أنكره. حتى يعني في بيوت شيعة القرآن يعني للأسف مهجور، هذا واقع. اللي يريد يناقش ويا أهلا وسهلا أمام ربك، أمام ربك أخي رب الغالي. أنا ما ودي حتى أسألك، القرآن لنا يعني ما ودي أسألك عن الكنية حتى يعني ما تتعرض لأذى، لكن بسألك عن الحسينيات اللي كنت ترتادها لما كنت شيعي. نعم. هل كانوا يفسرون القرآن؟ هل كانوا ينشرون يعني تفسير القرآن وأحكام القرآن في 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 الحسينيات؟ لا يا اخنا، واقول لك كيف راح يصدمك هذا الموضوع. كنت يوم كنت انا دائما يعني وانا عمري 9 سنوات يعني كنت متدين، دائما صلاه الفجر ما يروح عليها، فكنت انا الوحيد بالحسينيه، اللهم اشهد على هذا الكلام، كنت وحيد بالحسينيه اصلي صلاه الفجر. ولما كان يسدني ليل المغرب وشوف اللطام ما شاء الله الطام لما يلطمون ويضربون زناجير الروس كتف، لا الصلاة كذب ولا قراءة قرآن ولا شيء، كلهم يقعدون بس شعر عراقي جحفي واحد ويا الثاني، إني أنا ما أدري الحسين قال كذا، هاي الأمور بس، لا شيء أكثر ولا أقل. أخي خليني أتصل عليك عشان يمكن يتحسن الاتصال. أنت الآن سكر وبعدين بدق عليك الآن لأن في تقطيع. يلا ما في مشكلة، اتصل فيه. نتصل على أخينا هذا المهتدي وإن شاء الله يكون أفضل، لأن الوضع في تقطيع كثير، إن شاء الله يكون أفضل الآن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله الآن أفضل. أفضل أفضل جدا الآن أسمعك أكثر، كان صوتك كلش بعيد. هسه أحسن، هسه كلش زين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد أخي لله. أخي تفضل سؤالك شيخنا. سؤالي سؤالي وأنت الطالب الحوزوي السابق الذي هداه الله نعم. سبحانه وتعالى وبصره بحقيقة الإسلام، ما هو نعم سبب الحمد لله. ما هو سبب صد الناس عن القرآن أو إهمال الشيعة مراجع الشيعة؟ أنا ما أتكلم عن العوام، أنا أدري العوام مساكين، العوام يجهلون كثير من العقائد اللي يعتقدها مراجعهم. سؤالي نعم. ليش إهمال القرآن؟ ما السبب بالذات التفسير؟ شيخنا بصراحة هذا السؤال أقول لك يا بصراحة، وما حافظين القرآن يعني وما حافظين القرآن زين، وإذا واحد من عندهم يقرأ القرآن يقرأ غلط وعوج يعني. هذا السؤال بصراحة يعني هذا من الأسئلة اللي فتحت دماغي، ليش العلماء الشيعة ما يعرفون القرآن مقارنة بعلماء أهل السنة؟ سؤال جميل جدا، وهذا أحد الأسئلة اللي سبب هدايتي شيخ بارك الله فيك. الله هذا أحد الأسئلة اللي فتحت عقلي، لأن يعني لما الإنسان يكون شيعي يكون متعصب جدا، صدقني على قضية العقل مغلق، فقط العواطف فقط عواطف وكراهية ضد أهل السنة، والبهتان. لكن الدماغ مقفل. هي عاطفة أو بهتان، يعني حب أهل البيت وترى أهل السنة أعداء أهل البيت، يعني عاطفة بارك الله من جهة وغلو وكذب على أهل السنة. أسألك بالله العظيم، بعد أن أصبحت سنيا ما الذي تغير عندك في محبة أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا شيء لا شيء، بالعكس بالعكس، لا شيء بالعكس، صار شيء عقلاني، صار حب أهل البيت عقلاني بدون غلو. اللهم اشهد يعني، اللهم اشهد بالعكس. ماكو يا مشكلة، حتى نقاشي مع الشيعة، حتى رسائلي بيني وبين طلاب الحوزة بالعراق، اللهم اشهد يا شباب أهل السنة اللي يسمعوني حاليا من الشيعة، والله أهل السنة ما يكرهون أهل البيت، ماكو هيك شيء صدقوني، ماكو سني يكره إمام علي، ماكو سني يكره فاطمة الزهراء، ماكو سني يكره الحسين والحسن، ماكو هيك شيء. بل هم عندنا من الصحابة أو أولادهم من التابعين، وماكو هيك شيء صدقوني. أهل السنة يحترمون، أهل السنة ما يبالغون مثلنا، يعني ما يبالغون مثلنا باللعن والقتل. هذا حجاج بن يوسف الثقفي قتلنا علماء من أهل السنة آنذاك وتابعين، لكن أهل السنة مو لعانين ولا سبابين مثل نحن الشيعة يا شباب. صدقوني، تطلبون من الناس يكونون مثل تفكيرنا، نلعن ونسب ولسان لسانه يكون وسخ، بس هم مو هيك. أكو عقل، أكو دين، أكو تربية من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومربي أهل السنة، أهل السنة تربية النبي، تربيتهم لا يلعنون، لا لسانهم وصف، مو مثلنا. صدقني ماكو كراهية لأهل البيت، أقولها والله يشهد، والله لم أرى في حياتي سني كره أهل البيت، بالعكس يحترمون أهل البيت، يقدرون أهل البيت أكثر من عندنا، لكن بعقلانية، مو بكذب، مو بخزعبلات، مو بأفلام، مو بأشياء نسويهم ناس خرافيين، نسويهم رب العالمين، نستخدم مواصفات رب العالمين. ماكو هيك شيء يا ناس، صدقوني ماكو. أعيد وأكرر، أكثر شيء أقول لكل شيء يسمعك حاليا، أقول لك وأمانة، أني أمانة أقول لكم هذه الكلمة، ويوم القيامة راح تقفون قدام اللي يسمعني حاليا، إذا أكو سني يكره أهل البيت يقول يا قدام عيني، ما يوجد سني على كوكب الأرض يكره أهل البيت، بالعكس يحبون أهل البيت. وهذه الصدمة الكبرى، كذب كان ينصب علينا، كان ينصب علينا بيقولون أهل السنة خفاءة يسبون علي بن أبي طالب. ماكو شيء، ماكو شيء والله يا ناس، ماكو والله ماكو. يعني أنا ما أقسم كثير، لكن أنا موتكم كيف تصدقوني. آسف الشيخ، الله يحسن بارك الله فيك يعني. أختم السؤال الأخير، السؤال الأخير أخي. نعم. كنت تروح إلى يسمونه زيارة القبور، وليتها زيارة، الزيارة سنة. نعم قصدك. نعم. لكن نعم. هناك طقوس تمارس عند هذه القبور ما أنزل الله بها سلطان، تصل إلى عبادات شركية من الدعاء، الاستغاثة، النذر، الطواف، السجود. صحيح.
السعي حتى بين الحرمين الشريفين يسمونهم قبر العباس وقبر الحسين المنسوب إليهم طبعا. صحيح أنت صحيح. كنت تشوف هذا على الواقع لما كنت يعني شيعي؟ شلون لا، كنت ازور دائما، مره كنت اطلع من ال كنت اطلع ازور مشاية، كنت اروح لكربله والنجف، يعني للنجف كنت دائما ازور، وكنت السيده زينب كنت ازور بسوريا زايرها. شلون لا، يعني يعني دائما كنت كل اربعينيه وكل عاشوراء، يا كنت بموسى الكاظم ببغداد زين علي بن موسى الرضا، او كنا رايحين مثلا بش اسمه، او كنا رايحين الكربله او النجف زين، ناخذها من العون مشي الى الحسين زين، ناخذها من ناكل هناك مشي. طبعا كنا موجودين، كان ناس تخاطب بالقبور عاديا، يعني الشرك بالله سبحانه وتعالى. اكو اشياء اذا اسولف لك اياها تخرب ضحك، يعني اذا اسولف لك اياها ما تعرفها، موجوده في بين طلاب الحوزه هاي الامور. لا مثلا يقول لك الامام كان يسلم على القبور، اكو ناس اكو مرجع كان احد المراجع يروح يسلم على الامام، الامام يرد عليه، واحد بصفه واقف على اساس زائر الامام الحسين، فقال السلام عليكم يا حسين، فالحسين رد على هذا، فهذا المرجع مندهش. فمن هاي الخزعبلات وهالحكي هذا، إذا واحد طخت تراب الحسين برجع يدخل الجنة، من هاي الأمور. نعم شاهدت أم عيني الشرك، ماكو الله يا حسين ساعدني، يا حسين أنا جاي لك من بكان بعيد والعياذ بالله، يا حسين أنا جاي لك مشاية، يا أبا عبد الله الحدني، يا أبا عبد الله وقف لي عندي شيء، يا عباس أبو الفضل أبو الحوائج يسموه، أبو عباس أبو الحوائج يسموه زين. سؤال اذا عندك حاجه روح العباس ابو فاضل يقولوا لك، ابو الراس الحار. نعم اقول مو ابو الراس الحار يسمونه، كم لما اسمع سؤالك عفوا، يسمونه العباس بن علي رضي الله عنه رحمه، يسمونه ابو الراس نعم. الحار، ابو راس الحار اللي صحيح هذا الحكي صحيح. سؤال أخي، يعني أنا أتصور أن الأخوة ما يبونك تمشي، لكني بختم بهذه. المهدي والله شيخنا ما أسمعك زين، شيخ فرج ما أسمعك كل زين، الصوت من الشيوخ المهدي من الأخ من مهدي، شبين مهدي، قضية أن قاعد إمام مرسل للأمة ومختفي وألف ومئتين عام بس كله ينقذ نعم. الصحراء والبر والبحر والناس اللي مريضة ومخلي هذه الأمة، هل تستقيم هذه العقيدة؟ يعني أنت كنت طالب حوزوي، هل هذه الأمة معطلة من ألف ومئتين عام بدون معصوم، أم أن معصومنا واحد صلى الله عليه وسلم ومن بقي بعد العلماء؟ هذه المعادلة بين السنة وبين الإمامية ما خلقت عندك تفكير حول هذا الدين الخرافي المليء بالأساطير؟ والله يا شيخنا بارك الله فيك، أول مثل ما قلت لك، يعني قلت لك يا بالبداية، أول بداية هاي الأمور كشيعي، يعني لذلك أنصح أصلا شيوخ أهل السنة أيضا به، يعني من شيوخنا الأفاضل اللي نتعلم منهم، وأنت أحد من عندهم بارك الله فيكم، اللي أنصح الأخوة بهذا الموضوع بأنهم شوي شوي، يعني موضوع قضية المهدي حساس جدا للشيعة. جيد، أنا بالنسبة إلي يعني اكتشفت هذه أول شيء، بدأت البدايات مثل ما قلت لك، بدأت عندي العصمة، قضية العصمة لأن يعني لا يوجد عليها دليل في القرآن مثلا. جيد، قضية العصمة بأن علي بن أبي طالب شلون ينضرب زوجته، هاي الأمور العقلانية اللي كانوا يسألوها أهل السنة ما عليها جواب. قبل مثلا سورة الأحزاب اللي الآية اللي يعني إنما الله يريد أن يتوب عنكم ويسر أهل البيت وطهركم تطهيرا، إحنا عارضين بس هاي الآية، لكن إحنا ما نعرف على نساء النبي، بل هي شطر آية خلي الإنسان يفكر. هاي أحد الأسباب، قضية المهدي هاي رادلها بالبداية الإنسان شوي شوي يبحث عليها حسب قدرة الإنسان. أنا كنت شاب يعني لحد الآن شاب والحمد لله، لكن بنعمة أطفالي هاي الأمور ما تذكرت بها، لكن سويت مقارنة مثلا بسيطة بين أهل السنة والشيعة، مقارنة بسيطة بالصلاة، قراءة القرآن، والأدب والأخلاق والعلماء.
فشهادة علماء، مثلا شهادة ابن العثيمين شيخ رحمه الله، لما شوف الشيخ ابن العثيمين تأثرت بأخلاق شيخ ابن العثيمين مثلا، جيد، تأثرت بيه جدا جدا. فلما شفت إنسان عالم، فلما جيت قارنت بعلمائنا، أشوف علمائنا بس يحجون بالفلسفة، يعني ماكو حديث حافظي على الغيب، جيد، مو مثل أهل السنة، ماكو قراءة للآية يقرونها صح، ماكو، مو موجود. فبدأت المقارنة، إذا الحق موجود لمن يلتجئ؟ هذا أول سؤال، أجر خط سنة وشيعة، الحق إذا يلتجئ لمن يروح؟ فكتبت القرآن بين الطرفين، وين كان القرآن؟ أكثر شيء من أهل السنة، قراءة، علماء حفاظ عندنا ولا واحد حافظ لكتاب الله، ولا واحد. تصور يا شيخ، ماكو عالم شيعي حافظ كتاب الله، هذا ما يقبلها، ما يقبلها عقل. الله، وتجي تشوف عوام أهل السنة حافظين كتاب الله، الله، فما بالك من علماء، يعني علماء أهل السنة. هاي من الأمور اللي تخلي الإنسان يفكر شوي، يعني كتاب الله. إيش كان شعورك؟ هاي أحد الأمور يعني. تشوف المناظرات بين السنة والشيعة، وأنت شيعي أنا ذاك. شنو التساؤلات اللي كانت ترد عليك؟ استغفر الله، شو تأثر على الشيخ عثمان الخميس من العصبية، وصرت قهر وطفي التلفزيون من العصبية، وشنت أكرهها، يعني شنت أكره الشيخ عثمان لأن كان بلاغته قوية، وأهل السنة مو مثلنا، جماعتنا يخربطون بالحكي، وأهل السنة بالسيف يضرب ويقطعون روسنا، وأنا شنت ما أتحمل، أقمص من العصبية، العصبي يعني إنسان متعصب إلى ديني. بس ما صار عندك تساؤلات؟ ما كان عندك، ما تثير عندك تساؤلات الأسئلة والإلزامات اللي طرحها أهل السنة؟ طبعًا طبعًا طبعًا، قلت هذا من الشيطان، هذا من الشيطان. كتبت الموسوي نفسه، هذا غلط، أنا دا حالياً أقول هاي المعلومات لأن يجوز يقدرون يوصلوا لي. كتبت له إلا نفسه، واتصلت بي زين، قلت له أنت ما جاوبت كذا وكذا وكذا، قال يصير خير إن شاء الله. مرت الثانية جاوب علي، هم ما جاوب. اتصلت بالموسوي نفسه أنا ذاك، وحكيت وياه، قلت له أنا فلان بن فلان، طالب فلان من مدرسة فلانية الحوزوية، ودا أسألك أجاوب، ليش مجاوبت على هذا التساؤل؟ وياه قال صدقني هذا عثمان خميس كذاب، لا تندفع بي. قلت له، وأنا ذاك كان ماكو إنترنت زين، قلت له بس أنا كتبت الأدلة، كتبه هو وطلع صور وقال موجود في كتاب، فنواني أكتب، تفهمني؟ قال لي لا تصدق، هذا كذاب وهذا. فأنا اقتنعت، ضربت، يعني يقولون بالعراقيين ضربت بنج سنتين على هالحكي هذا، جيد، وانفتح اليوتيوب وهاي الأمور، وصارت الصدمة الثانية. دخلت صارت الإنترنت، صار عندي كمبيوتر وكذا، دخلت لقيت كتب أهل السنة مطلعين حافظين كتبنا كاتبين، قمت أراجع، قلت لهذا الحد مو كذب، هذا الشيخ ما خلص إيش ما دي تشدد. فتأثرت بشخصية عثمان الخميس هواي هواي، الحمد لله، وبداهيته وعقليته، فتأثرت يعني. المناظرات كانت بالنسبة إلي يعني أسهل، الآن طورته يعني، أنا ذاك كان ماكو تطوير، الآن ما شاء الله شيوخ أهل السنة والجماعة تبارك الله في متطورين بالأسئلة، أسئلتهم قوية، حججهم قوية، جيد، يعني أشياء جميلة جدا، أكو تطور ما شاء الله مثل قديم. قديما كان شيخ عثمان خميس هو أسد السنة يعني الوحيد، يعني مو الوحيد، كان شيخ الحربي قبل الله وكذا وكذا، عفوا أقول وما زال عفوا، هواي أكو أشياء بالقلب يعني إذا تكلم عليها، لكن أدري الوقت ضيق وأنا آسف. الله يحسن إليك، تواصل معي وأسعد بك إن شاء الله في البث كل أسبوع إن شاء الله سبحانه وتعالى، راح نتواصل أنا وياك في التليجرام بإذن الله سبحانه وتعالى، ويا ليت ترسل لي رسالة بخدمتك أنا يا شيخ، وأنا يعني أصلاً أنا بخدمتك، أي شيء تريد أنا يعني ابنك الصغير وبخدمتك وموجود إن شاء الله، أي شيء، أي سؤال، أي كذا، في أمور كثيرة طبعاً سرية بين العلماء بالحسينيات، هاي الأمور يعني إنسان يتكلم. أنا حبيت يوم لما التقي بشيخ عثمان وأفضفض اللي بقلبي جيد، لكن قدر الله وما شاء فعل، بيناتنا كلمة راد بعيدة، وإن شاء الله خير، وإن شاء الله ألتقي فيه إذا كنت من أصحاب الجنة، ألتقي فيه في الجنة، وإذا حبني رب العالمين والله العظيم حتى الدمع عيني حاليا أبو صراح الشيخ عثمان، إنه سبب هدايتي يا شيخ بارك الله فيك الله. يعني إيه الله. وأثر علي سبحان الله، وأتمنى أشوفه إن شاء الله يوم من الأيام، لأن سبحان الله نفسي مطمئنة يا شيخ، مطمئنة إلى أبعد الحدود، اللهم أشهد، مطمئن إلى أبعد الحدود. كنت عايش في تناقض
وأسئلة 6 سنوات دايخ، كنت دايخ بسبب هاي الأسئلة شيخ عثمان ومناقب، كنت دايخ ما أعرف أنا سني وشيء. بالأخير بالأخير قلت خلاص أسمع شيخ عثمان، سبحان الله أعطاني طمأنينة في قلبي كلامه، اللهم أشهد يعني الحمد لله الله هداني والحمد لله على كل شيء يعني. وأقول حوربت يعني من الأهل إلى أبعد الحدود، حوربت إلى أبعد الحدود، طردوني من البيت وما تتصور. من أعيد وأكرر، من عائلة شيعية كبيرة معروفة يعني، حتى قريبة هي على المراجع سبحان الله. فيعني دخلوني تحت ضغط لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وبقيت صابر وشان يسر كأنما أم جان يعني سبحان الله. لكن الرجل بدون يعني الرجل يبقى رجل، عقيدة الإنسان التوحيد هي أجمل شيء تخلي الإنسان ثابت. الله جيد، والحمد لله على كل شيء يعني. وآسف شيخ إذا طولت وياكم، أنا آسف جدا، وأبوس عينكم وراسكم وأبوس كل متابعيكم إن شاء الله، والله يهدي جميع إن شاء الله ويثبتنا ويثبتكم على طريق الحق، اللهم آمين. وإذا عندك أي سؤال أنا بالخدمة. الله يحسن إليك. أنا أوعدك إن شاء الله أن هذه الرسالة أوصلها للشيخ عثمان، وراسلني على التليجرام إن شاء الله عز وجل، إذا يسر الله عز وجل أخليك يتكلم الشيخ عثمان إن شاء الله. بارك الله فيك وبوس عينك وراسك، وإن شاء الله أنا كتبت لك، قلت لك السلام عليكم أنا كذا كذا. حفظك الله يا شيخنا، وإذا عند الأخوة أي سؤال أنا حاضر إن شاء الله، إذا أي سؤال في كذا وكذا أنا أقدر أجاوب عليه يعني، أقدر أجاوب عليه أجاوب عليه أنا يعني. خلاص خليك معنا يعني، صادي ما شاء الله 9 سنوات ما متقارب على الكتب الشيعية بصراحة يعني. أقول لك إياها يعني، إنسان لابد أن يتعلم، وسبحان الله يعني أول شيء تعلمته قراءة القرآن، تصور يعني قراءة القرآن أول شيء، لأن شيء حلو كل سنة واحد يعرف يبدي يقرأ القرآن. طيب خليك معاي، الشيعة عندهم يعني أسئلة ربما ردود عليك، خلنا نتيح لهم المجال، وأنا بعد الاتصالات راح أتصل عليك ترد عليهم، إيش رأيك؟ ما في مشكلة، لكن أسئلة تكون يعني مو تكون شخصية وسب وأنت كذاب وكذا يعني. لا لا ما أذكياء شيخنا، لذلك أنا كتبت تحت فيديوهاتك تعليقات هم أذكياء يعني، كنت تنبيه لكل مهتدي بأن لا يعطي اسمه وعنوانه. جيد، هذا شيء كلش مهم، لأن الميليشيات الشيعية الإرهابية تقتل أهل السنة والجماعة والمهتدين، تأذيهم وشبابنا هم أذكياء. شو يقولون عليك؟ لا أنت كذاب، أنت ناصبي، أنت كذاب، ما أذكياء، بس يجي يلا أنت من وين؟ أنت من يا عمام، من يا كذا، هم مو أغبياء. من أجل أن يصلوا شبابنا إليه. ما شاء الله. لا لا أنا أشد على يدك، فلذلك أمور شخصية لا أطيها يعني. لا لا أبدا، أما غير شيء أنا بالخدمة إن شاء الله. ولا أسمح بها لكي لا يعني يصلون إلى غرضهم. دقيقة بس نفتح خلص. المجال، نفتح المجال للمتصلين الشيعة، وبعدين إن شاء الله نرجع لك. خلاص أنا كنت عندك في البث في اليوتيوب وأسمع لكم إن شاء الله، اتصلت لي راح يوصل لي. توكل على الله. زين، توكل على الله. يلا سلام. حفظك الله وبوس عينك وراسك، مع ألف سلامة شيخ. مع السلامة. سأل الله عز وجل يثبت أخانا على صراط المستقيم. ما أجمل كلام المهتدين.